الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقش المواضيع والقضايا، وبإمكانكم أنتم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب حتى يصل المقطع على أنحاء المنصة، وللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، ولا ينسى يفعل التنبيهات حتى يوصله جديدنا في وقته، ويا ليت تتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها موجودة في خانة الوصف. احنا ندخل نشعب في العديد من المواضيع، ولا شك أن أهمها الجانب السياسي. فمستويات الوعي السياسي تختلف عند الناس، ففيه الناقل اللي فهمه جدا سطحي ومعتمد على الأحداث اللي تظهر فقط في الإعلام التقليدي، وعاطفي في فهمه ودائما في جداله ونقاشاته خاسر. لكن إذا انتقلنا للمستوى اللي بعده في الوعي السياسي، فلا شك أن هناك المهتم بالتوجهات السياسية واللي يفهم نظام الحكم عند دول، وأيضا علاقاتها الدبلوماسية، ولا ننسى الصفقات الاقتصادية اللي مبنية على الموارد وقوة العملة. لكن إذا وصلنا للمستوى الأخير، وهو اللي نبي الناس جميعهم أنهم يكونون بهالمستوى في الوعي السياسي، وهو الشخص الواعي اللي يربط الجانب التاريخي وحتى العقدي في دراسة تاريخ عند الدول، وأيضا فهم التحديات اللي تعيشها العديد من الدول من الحروب والعلاقات، وأيضا لا ننسى كشف المؤامرات سواء كانت بالانشقاقات أو حتى في خلق الأزمات. فأنتم تسمعون مقولة يقولونها بالانجليزي All roads lead to Rome، أو ما تعرف بالعربي إذا ترجمناها كل طرائق تؤدي إلى الروم. وبعض الناس يقول هالمقولة وما يدري وش معناها. فالمنظمة اللي جالسة تدير العالم بالتوجهات السياسية، وخاصة أن نظرنا للجانب التاريخي ومن يشن المؤامرات، فبنكتشف أنها فعلا بلاد الروم، وهي اللي معروفة الآن بدولة الفاتيكان اللي خاضعة لها العديد من المنظمات والدول العولمية. ولا شك أن اللي بيرجع لتاريخه بيكتشف ان اللي يدير ويتحكم بتوجه البابا او منظمة الفاتيكان، فبيكتشف انها منظمة سرية كانت تشارك في الحملات الصليبية، ولا تزال هذه المنظمة موجودة في وقتنا الحالي، وهي منظمة اليسوعية، او ما تعرف بالانجليزي الجزويت، واللي غيرت غطائها بما انها كانت عسكرية، فالان تبي تحاول انها تتغطى بغطاء انساني، ولكن لا تزال توجهاتها واضحة في وقتنا الحالي. فالمنظمة اليسوعية اللي جالسة تدير الفاتيكان، يذكر أن بيكون لها تواجد ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط لمحاولة إبراز توجه الكنيسة الغربية الكاثوليكية على المعتقدات الأخرى، وخصوصا نصارى الأرثوذكس وباقي الطوائف النصرانية. وللي ما يدري أن المنظومة الكاثوليكية وهي ديانة الفاتيكان لها هدف من مئات السنين، واللي بيرجع لتاريخ الكنيسة الكاثوليكية اللي هي الفاتيكان بيكتشف أن توجهها عولمي، وهذا السبب اللي خلاها تحاول تسيطر على الدول الأخرى من خلال الاستعمار. وأيضا للي بيرجع ويشوف معنى كلمة كاثوليك، فهي تعني عولمة أو عولمي، ولا شك هي أحد الطرائق اللي جالسة تسويها هالمنظمة اللي كانت بادية من حملاتها الصليبية في سرقة ثروات العالم ونهب ممتلكاتها. ولا شك إذا بغينا نشوف أحد البنوك الخاضعة للمنظمة اليسوعية، وهو بنك التسويات الدولية المعروف باسم Bank of International Settlements، واللي قام مؤخرا بعرض مشروع يسمونه Green Swan، أو إذا ترجمناه بالعربي بيكون مشروع البجعة الخضراء، اللي قدمته بنك التسويات الدولية بكذبتها اللي خلقوها من عقود، وهي الاحتباس الحراري، وبعدين غيروا اسمها وسموها أزمة المناخ، واللي كانوا الآن يدعون أن هدفها الاستقرار المصرفي والمالي في الدول. واللي بيروح يتأكد ويشوف وش أهدافها الحقيقية، وهو أنهم يزيدون في تسعير الكربون حتى أنهم يحدون من الاستدامة عند الدول، وإجبار البنوك المركزية عند كل دولة حتى أنها تعقد الصفقات، واللي بتكون خاضعة للمؤسسات المتعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واللي تابعة بعلاقتها مع البنك المركزي الأوروبي وحتى منظمة الأمم المتحدة. وعلى طاري منظمة الاتحاد الأوروبي، فهي منظمة أيضا عولمية خاضعة للكنيسة الكاثوليكية، وأنها امتداد للمنظمة النازية اللي بدأ فيها هتلر وكان يبي يتوسع في دول أوروبا. وبعد ما انهزم النظام النازي، تم بناء بعده الاتحاد الأوروبي، حتى أن الفكرة تستمر في توسع الكنيسة الكاثوليكية الغربية عولميا واستحواذها على العديد من مصادر الدول. واللي على طاريهم طالع رئيس هيئة الأركان الفرنسية، اللي كان يقول أن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق لم تكن فكرة جيدة، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يطالب جمهورية الاحتلال الإيراني بتفعيل آلية تخصيب اليورانيوم ومواصلة الاتفاق النووي ومحاولة التحايل على العقوبات الأمريكية. فلما يدري العلاقة الوطيدة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية الاحتلال
الإيراني موجودة من سنوات وعقود مديدة. فاللي بيرجع لتاريخ جمهورية الاحتلال الإيراني بيكتشف أن ما تأسست الدولة هذه وتسميتها أيضا باسم إيران إلا من خلال فكرة السلالة الآرية اللي كانوا يبون يحيونها النازيين في أوروبا، وهي سلالة ممتدة من بلاد فارس وتنشق حتى دول أوروبا، وهي أحد الأفكار العولمية اللي ناوية الاتحاد الأوروبي بإحيائها. ولو تلاحظون أن حتى العناصر المسلحة والميليشيات التابعة لجمهورية الاحتلال الإيراني، سواء كانوا حزب الله ولا جماعة أنصار الحوثي أو حتى جماعة حماس الأخوانجية، فهم يسوون نفس تحية النازية بالإضافة للحرس الثوري الإيراني، وكأن ولاهم لا يزال مستمر للفكرة في إحياء السلالة الآرية اللي تبي تبدأ من بلاد فارس وتنشق حتى دول أوروبا. فهالشي هذا ما صار صدفة. لكن إذا بغينا نبدأ بأخبار الشرق الأوسط ومع أول دولة عربية محتلة من جمهورية الاحتلال الإيراني وهي الأحواز، ولا تزال سلطات جمهورية الاحتلال الإيراني مستمرة في عمليات اعتقال المدنيين في بلاد الأحواز والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، حتى مع سوء الأوضاع في المنطقة واللي طالبوا المجتمع الأحوازي بتحسين الأوضاع. وظهرت أخبار عن وزارة النفط في جمهورية الاحتلال الإيراني أنها أعلنت عن انسحاب شركات كبرى نفطية من الصين مثل شركة CNPC وأيضا شركة توتال الفرنسية من حقل فارس الجنوبي المشترك بين دولة قطر وجمهورية الاحتلال الإيراني. وأكيد بعضكم سمع بزيارة أمير قطر اللي هو تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية الاحتلال الإيراني، واللي ذكر أحد المسؤولين الإيرانيين أنهم استلموا مبلغ يوصل إلى 3 مليار دولار من دولة قطر كدية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللي هو قاسم سليماني، واللي قامت جمهورية الاحتلال الإيراني باتهام دولة الكويت بأنها استهدفت قاسم سليماني على أراضيها، واللي يتضح أن هالشيء ما صار إلا بعد ما بدت دولة الكويت في القبض على العديد من الأشخاص اللي كانوا يدعمون جمهورية الاحتلال الإيراني، مثل ما صار في اعتقال سعيد دشتي رئيس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بسبب الاستيلاء على المال العام، واللي سبق وظهر عليه دلائل دعمه لجمهورية الاحتلال الإيراني. كما أن زادت الوثائق اللي قامت تثبت أن تهريب نفط العراق واللي كان عبر شبكات نقل سرية وافقت عليها مؤسسات الدولة العراقية، اللي كانوا العديد من مسؤولينها خاضعين لجمهورية الاحتلال الإيراني وأتباعها حتى يهربون النفط بعد العقوبات اللي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية الاحتلال الإيراني. كما أن زادت الأدلة أن تهريب النفط العراقي دخلت فيه شركات تركية تعود إلى صهر رئيس جمهورية تركيا أردوغان، واللي قد تشملهم عقوبات وغرامات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا انتقلنا لجمهورية سوريا، فزادت احتجاجات المجتمع السوري على العديد من شركات الاتصالات التابعة لأسرة مخلوف وشليش بسبب تدهور الأوضاع وزيادة الأسعار، واللي أيضا ظهرت وثائق استحواذ عائدات النفط السوري من خلال شركة شيل وأيضا بترو كندا مع وكيلها رامي مخلوف، واللي أيضا اصدرت قرارات سورية في حجز احتياط أموال رامي مخلوف بقضية جمركية تصل حول 20 مليون دولار. لكن الموضوع ما اكتفى على سرقة نفط العراق وأملاك سوريا، بل حتى قامت عناصر مسلحة موالية مع جمهورية الاحتلال الإيراني في نشر شبكات لأخذ محصول حقول النفط في دير الزور وبيع المحروقات بأسعار مرتفعة جدا للتجار. كما أن انكشفت قوات قسد بعد سيطرتها على واردات النفط السورية، واللي قامت ترسل براميل النفط إلى العديد من المناطق من ضمنها إسرائيل، وحتى وصلت إلى حكومة تركيا بالتعاون مع الدواعش وجماعات أخرى مثل جبهة النصرة الأخوانجية عبر عقود غير شرعية. ولا شك أن في هذه الفترة ومع الركود الاقتصادي، قوات قسد ناوية ترفع من أرباحها في بيع البراميل حتى وإن كان للأعداء. لكن إذا انتقلنا لجمهورية لبنان، فالآن قامت شركات روسية مثل شركة نوفاتك بتحالف مع شركات فرنسية مثل شركة توتال وأيضا الشركة الإيطالية إيني، حتى أنهم يستخرجون غاز لبنان. ولا يزال المجتمع اللبناني يطالب بالإصلاحات في الجمهورية، إلا أن الجماعات الإرهابية الموالية لجمهورية الاحتلال الإيراني مثل حزب الله وحركة أمل مستمرين في الاعتداء على المدنيين بالضرب والاعتقالات. لكن إذا انتقلنا لفلسطين، فبعد تخبط اللي جالسه تقوم به حركة حماس الخونجية، قامت ترسل وفود إلى العديد من الدول للبحث عن دعم، وأجبرت أهل فلسطين بأنهم يدفعون مبالغ وضرائب أعلى على الغاز في منطقة غزة. كما أن حركة حماس حاولت أنها ترسل وفد إلى مملكة الأردن
المدن الهاشمية، لكن تم الرد عليها بالرفض. وانتقلنا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية، فحرص الملك عبد الله الثاني في البرلمان الأوروبي أن موقف المملكة الأردنية الهاشمية حاسم في ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط بقيام دولة فلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس. وانتقلنا لجمهورية اليمن، فلا يزال دك حزب الإخوان الخوانجي مستمر في مأرب، واللي هرب وحل محله جماعة أنصار الحوثي التابعة لجمهورية الاحتلال الإيراني، ولا تزال خسائرهم مستمرة في الجمهورية اليمنية. أما إذا انتقلنا لجمهورية مصر العربية، فأمن مصر ضبط مخططات الدواعش، واللي يعتبرون أيضا منضمين لجماعات الإخوان، واللي تم تزويدهم بمجموعة من العتاد العسكري القادم من حزب العدالة وتنمية التركي. وأيضا تم ضبط العديد من شحنات الأسلحة القادمة من دولة قطر لدعم الجماعات المسلحة والإرهابية حتى توصلها لجمهورية ليبيا، واللي أيضا كانت قناة الجزيرة مستمرة في نشر الإشاعات على أنها شحنة طبية ومساعدات، وهي أساسا شحنة مليئة بالأسلحة دعما للعصابات والجماعات الإرهابية. أما إذا انتقلنا لجمهورية ليبيا، فقد انتهكت جمهورية تركيا قرارات مجلس الأمن، وتم نقل أكثر من 6000 عسكري حتى أنهم يدربون ميليشيات حكومة الوفاق الليبية الإخوانجية، واللي وصل فيها أنها حتى تخطف العديد من الأطفال والنساء، واللي أعلنت عنهم القنصلية التونسية في ليبيا بعد ما وجدوا عشرات الأطفال والنساء التونسي العالقين مع تنظيم الدواعش اللي ساندون حكومة الوفاق الليبية الإخوانجية. وإذا انتقلنا لجمهورية تونس، فلا يزال عدد من القوى السياسية مستمرين في وقفات احتجاجية على ما تفعل حركة النهضة الإخوانجية في جمهورية تونس، اللي جالسة تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا سرا. لكن إذا انتقلنا لجمهورية الجزائر، فقامت حركة مجتمع السلم الإخوانجية في مساندة القوات التركية في ليبيا حتى أنهم يدعمون حكومة الوفاق الإخوانجية الليبية في نهب ثروات الجمهورية الليبية من خلال القوات التركية. ولا يزال آلاف الشباب في جمهورية الجزائر يطالبون في إطلاق سراح المعتقلين في السجون السياسية، وإعادة الانتخابات اللي تم تزويرها من قبل حزب حركة مجتمع السلم الإخوانجية في الجمهورية الجزائرية. لكن إذا انتقلنا لمملكة المغرب، فقامت جبهة البوليساريو تشتكي بعد الخسائر اللي تكبدتها في الآونة الأخيرة، واللي أصابت جبهة البوليساريو بحالة من التفكك بعد ما قامت العديد من الدول في فتح قنصليات في أقاليم الجنوب التابعة للمملكة المغربية. لكن شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب، وحبذا تدعموا القناة بواسطة الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات حتى يوصلكم جديدنا في وقته، ولا تتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها في خانة الوصف، حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.